التوبة لها ثلاثة عناصر أساسية: عنصر متعلق بالماضي، وعنصر متعلق بالمستقبل، وعنصر متعلق بالحال. عظيم. أما العنصر المتعلق بالماضي فهو الندم على ما كان. إذا ما كان الذنب قد انتهى، يعني حصل وانتهى، كان شتم أحدا ما، سب شخصا، شتم وسبه إلى آخره، آذاه بإزاء مادي يعني ضربه، أو إزاء معنوي، شيء من كل هذه الأمور، يعني ديت اسمها جرائم انقضت، أو مخالفات انقضت، أو معاصي وانقضت. في هذه الحالة يجب التوبة مباشرة عقب الانتهاء، أو إذا تذكر الإنسان هذا الذنب يجب عليه فوراً أن يتوب منه فوراً. يتوب بمعنى أنه يندم، فهذا شعور داخلي، حالة عند الإنسان تدعوه إلى أنه يعني يكره هذه اللحظة الماضية، ويتمنى أنها لم تحدث. هذا الشعور يؤديه إلى أنه يعزم على ألا يعود في المستقبل. إذن الماضي الندم عليه يستتبعه لحظة أخرى، أو شعور آخر، أو إصرار آخر في أنني أعزم على ألا أعود إلى هذا الذنب مستقبلا. لكن هناك حالة قد يكون فيها الإنسان ما زال في حيز ارتكابه للمخالفة، الجريمة مستمرة، يجب في هذه الحالة أن أتوقف في هذه اللحظة الإقلاع عن الذنب. الذنب اللي هو مستمر، أن أقلع عن هذا الذنب. ولذلك كل هذه الصفات من الندم والعزم في المستقبل والإقلاع في الحاضر، ندم على ما فات، وعزم على ألا يعود في المستقبل، وإقلاع عن الذنب المستمر في الحاضر، كل هذه الأوصاف يمكن أن تدرج تحت قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعلى هذا الإنسان الذي ارتكب الذنب أنت ما زلت بالتوبة، ما زلت في حيز المتقين، لأن الله سبحانه وتعالى وصفك بذلك، يقول: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أوصاف لأناس في مستوى، يمكن أن نقول في مستوى أول. المستوى الثاني الذي يحبز التوبة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه الأوصاف تدعوني إلى أنني لا أيأس أصلا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأتوب من كل ذنب اقترفته، سواء كان هذا الذنب متعلقا بالله أو متعلقا بالعباد، في الماضي، في الحاضر، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. عظيم. طيب. هذا يعني كما نقول هذا الإلزام الأول على الحاج. نعم. الذي كرمه الله بالرحلة. نعم. علي أن يستعد، علي أن يستعد بهذه التوبة الصادقة.